ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات 24 لمسلسلات رمضان. وخلاص المسلسلات بتنتهي والاحداث كتيره ومتلاحقه وتفاصيل مهمه الناس بتتابعها في كل المسلسلات، هنقولها لحضراتكم من خلال التقرير ده. أحداث مشوقة شهدتها الحلقات 24 من مسلسلات رمضان. خلونا نبدأ من الحلقة 24 من مسلسل الاختيار اللي بدأت بمشاهد حقيقية من كلمة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من السياسيين والمفكرين والإعلاميين والفنانين، وظهر في اللقاء كل من عادل إمام وحسين فهمي. وأطلق السيسي رسالة اطمئنان وأمان إن الجيش رجع لكامل حالته القتالية. وفي مشهد تاني في وزارة الدفاع وحديث ما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء عباس كامل بيتكلموا فيه عن تداعيات الموقف والتجهيزات للفترة اللي جاية، وبيتصل الفريق السيسي بمرسي ويقول له إن اجتماعه مع القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين كان لتهدئة الأوضاع لحد ما يرتب مرسي أوراقه قبل إطلاق مبادرة الحديث مع المعارضة. كمان عرضت الحلقة تسريب للقاء جمع بين مرشد الجماعة الإرهابية بديع ومرسي والكتتني بحضور خيرت الشاطر. الأجهزة كلها شغالة على الأرض في الملف ده. شكلهم كده عاوزين يعملوا زي ما حصل في رفح. قصدك يعني يلاقوا سبب عشان يخلوني؟ طب ما يخلوني. أنا أصلاً قدمت استقالتي أكتر من مرة. أنا اللي يهمني دلوقتي العساكر. شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل العائدون رجوع صفوان من السفر، والتقى بالضابط نبيل اللي سأله ليه ما نفذتش اتفاقنا وليه قابلت حد من أصدقائك القدام، فصفوان رد عليه وقال له أنا عندي معلومات لما تعرفها هتسامحني على المقابلة دي. لسه مش مأمل لنا صفوان؟ ماشي جديد. وأنت مش مأمل لي؟ وهذا أصول اللعبة. ومأمل لبكر غازي نعرف معلومة بالخطورة دي؟ مش خايف يبيعك واثق فيه للدرجة دي؟ لا، أنا واثق بتأثير المسار اللي بعطيه. أنت أكتر واحد عارف مش كل حاجة ليها تمن. بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بأن شفيع راح لوالد فاتن واتكلم معاه بأنه أكتر وقت عمل له اتزان نفسي هو الفترة اللي قضاها معاه في المكان اللي موجود فيه، وطلب منه يرجع مرة تانية، لكن رد أمل حربي بأن الروح اللي تطلع مش بترجع أبداً. أنا ما فيش حاجة عملت لي اتزان نفسي غير الثلاث سنين اللي أنا قضيتهم معاك هنا. حقيقي قبلها أنا كنت بصحتي. كنت بجري ورايا الخيل، بس القلب كان متغلف بالسواد والعقل ساقية بتلف من غير طور. كمان شهدت الحلقة 24 من مسلسل في بيتنا رابط العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية. بدأ الهاكر وسامح يسيطروا على لذيذ وزومبا وخلوهم يعملوا حاجات مش طبيعية، واكتشفت سارة إن تليفونها مش موجود ودورت عليه هي والشغالة نبوية، ولما سألت زومبا قالت لها إن نبوية سرقته وطلبت منها تدور عليه في شنطتها، وبسرعة راحت نبوية جابت شنطتها علشان تثبت براءتها، لكنها اتفاجأت إن الذهب بتاع سارة موجود فعلاً في الشنطة، وهنا انهارت وعيطت وهي بتأكد إنها ما تعرفش حاجة عنه. بس يا نبوية مش هفتش حاجة أنا. معلش لو سمحتي فتش. أكيد لأ يعني يا نبوية، أكيد لأ. إيه الهبل ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هو مش ده الذهب بتاعي؟ طيب أنا هستأذن بقى، اطلبي الشرطة. يا لهوي، أنا مش عارفة والله العظيم إيه اللي جاب الحاجات دي هنا. حرامية. حرامية. شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل دايماً عامر استمرار مستر لطفي وكيل مدرسة رؤية في التحريض ضد مس زهرة أنديل مديرة المدرسة، وراح لأبو الوفا صاحب المدرسة وقال له المدرسة بتضيع، وكمل كلامه وقال لازم تتحرك وبسرعة، أولياء الأمور على وشك الانفجار، واحد ابنه ساب البيت ومشي وبقاله فترة مرجعش ومصمم يعمل محضر، والتاني ابنه حرامي والتالت ابنه اتسرق. إيه؟ أولياء الأمور على وشك الانفجار. ليه؟ واحد ابنه ساب البيت ومشي وبقاله فترة ومرجعش ومصمم إنه يعمل محضر للمدرسة، والتاني ابنه حرامي والتالت ابنه اتسرق. والحرامي هو اللي سرقه؟ ما احنا ما وصلناش للنتيجة لغاية دلوقتي.
بدأت الحلقة 24 من مسلسل مكتوب عليا بلجوء جلجل وبدوي للبتعة أو فردوس عبد الحميد، وكان معاهم سيد صديق جلجل وعلاء خطيب أخته، وكلفتهم بمهمة قبل ما توافق على مساعدتهم. وبدأ جلجل في تنفيذ المهمة بأنه يجيب طلبات للبيت زي جبنة رومي وبسطرمة، وبتحاول والدة جلجل التواصل معاه أو مع والده للاطمئنان عليه، لكنهم مردوش على مكالمتها، وهنا بتتورط في جريمة قتل. أهلاً وسهلاً، كله تمام؟ ولا كلمة، مملكة كلها على الشعر، احنا خدامين شبشبي. يلا خشوا اعملوا لنا شندوتشات، كل شندوتش فيه شريحة جبنة رومي وربع شريحة بسطرمة وبطين عيون عليهم رشة فلفل اسود خفيفة، لو زادت مش هرحمكم. كمان شهدت الحلقة 24 من مسلسل الكبير قوي تطور في الأحداث بعد ظهور مدكور بيه، ودي الشخصية اللي بيلعبها الفنان حمدي المرغني اللي حل كضيف شرف على المسلسل. بيقوم فزاع بعمل مؤتمر جماهيري لرجل الأعمال مدكور من خلال شادر كبير حضروا كل أبناء المزاريطة لاستعراض مشروعه اللي هيعمله، وهو مشروع استثماري هيعمل نقلة للمزاريطة لإنقاذ أهلها من الفقر. وبعد كده المشهد بينتقل للكبير وأشرف، وهنا الكبير شايف إن مدكور بيضحك على أهالي المزاريطة. يا كبير هيوزع فلوس. والله العظيم أنت أكتر إنسان كيوت في البلد كلها، قلبك أبيض. الله يخليك. ملائكي ملائكي يعني. يعني هي من ميت الحد هتحدي بكده أكيد. مدكور أبو بربور هيوزع فلوس. بدأت كمان الحلقة 24 من مسلسل جزيرة غمام بمشهد جمع ما بين العفاشي كبير مطاريد الجبل والشيخ عرفات وهو إيده مربوطة، وعاوز كبير المطاريد إنه يستغل كرامات الشيخ عرفات لصالحه.